الو، ها انا مروح من الواسط، مالك؟ ابغانا مضيعته؟ ها انت من جدك؟ لا وفي ضيعته، فين الليله اللي شرت ترعى؟ ما انت كل ليله ترعى هنا في مساحه، ولا ترعى يعني هنا قريب من وادي؟ ما غدابك الليله؟ لا في النشرت الهبيرية. هذه مشكلة. ايوه والليلة غيرت الهبيرية. الهبيرية هذه ما هو اللي فيها قبل كل شيء، فيها مرعى، ما فيها الا بجثة حق موتى بدواب اللي رجوا من بها، ولا فيها حق المشفط هذا اللي يشفط ام قري وغدا طشاه هناك؟ ما هو معك فيها؟ هيا بالله، هيا، هذا مرعى تروح بها الهبيرية ذحن؟ هي وفي انت دريبك انت يا وهضع عليك، لان كل ليله وانا اقول لك يا طعفوس يا طعفوس بطل كبه مع بجول هذا ومغاني ايوب طارش، كل ساعه تحط على حاجه ولا تلعب ببجي، ولا انا قد قلت لك هذا طالما انت مع الجول تكب وتكب مدوب تصرح خلاص تروح. صحيح يا ما تسيب سب النم غنم يحفظه مراعي، انت لم محفظ تكبيته. هيا دحين انا ما اسوي بك الان، وفي النشر دور وفي انا من شارك للهبيرية هذا هو اللي فلق راسه وهو اللي فلق دنقري. انا معايا صادع من الصباح، ما ادري ايش دقيقه، ما ادري ما من بلا، انا ليتها في راسك دحين عين لراس الانها لحم عضل عم غنم زيد زاد يعني ما تقدر ترعى. يلا الا في الهبيرية الليله، ما هو اللي غيرك للهبيرية. انت لو تعرف الهبيري هذه ما عاد دخلتها برجلك كذا، لكنك هيا دحين عين لهذا الشغل بالله وعين لهذا. يا جماعه الخير الليله اغدي انا في مغادي وادوس دياسه، ولا ما اسوي بو هذا؟ يا اخي انا قد قلت لك من البدايه، اذا كنت تتعبني هكذا وش تضيع دوابي وش تخسرني؟ هي كلها نعجتين، يقولون يا من شراله من حلاله عله، ام غنم عله وانت اعلى منها الان. قدي خلاص هذه فائده، شرت غنم عله وانت تاخذ ايجار وانت عله، ما دام انا تضيع مدوب بحقي. يا اخي قد قلت لك انا كم مره قلت لك، ترى اذا كان انت ما تبغى تشتغل في دوابي وتحفظها مثل الناس، ولا تراهم يبغونها بلا بنها. كم واحد يقول لي انا ايش اشقى معك؟ كم واحد كم طوابر يجون تراهم هذه القعاده يقول لي شاه بلا بنها، ما حد شاولا ايجار قدي، المهم انه يمسكها ويتغذى على لبنها. ايش بلبنها يقول هيا واهبلوا اكلوا يعني هذيك، وانا لا مهب لك ايجار مثل الناس، ومهب لك يعني مرفهك حتى مشريحه وحتى عن بطاقه حق مشحن وكل حاجه، واخرتها تضيع غنمي او يعني ضيع عقلك كما ضيعت غنمي ودوبي. والله لا اقول قوله فيها، اقول بالله اني ما كرامتك الليله. هيا خلك ما تدور، خلي بشمسة تغرب وعادها قد روحها تتقفر بقفرها، تدور بقفرها مثل ما وتسأل وتنشد. ما انت عارف اليوم الدابة تخرج اذا فلتها خلاص تحط لها بطن حبلة. هيا بالله شوف لهذا المنقود وهذا هيا خل الليلة بيني وبينك حتى المغرب وبعدين اصلح بكلام، ابرد بطني فيك وخلاص وعلى الله، يعوضنا الله خير. أما لاقى بعد المغرب يلا.